بسم الله. الله صفحة كم فين ايش؟ فاتحة. إياك نستعين واهدنا الصراط. خليه يا شيخ ما يحط سكر وغير سكر. لا يضع سكر خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى إلى الكلام في الحكم العقلي، وأنه منحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز، وعلى هذه الثلاثة مدار علم الكلام. قال رضي الله تعالى عنه: قال الشيخ السراقسطي في الشرح: ولما كان الحكم لا بد له من الانقسام، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تقسيمه بقوله منحصر، أي الحكم العقلي بمعنى المحكوم به. فالحكم له إيه؟ حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه في ثاني والنسبة. يبقى في حاكم، في محكوم به، في محكوم عليه، وفي ايه؟ نسبة. فمثلا اذا قلنا الصلاة واجبة، فالحكم الحاكم هو ايه؟ الشرع، والمحكوم به الوجوب، والمحكوم عليه ذات الصلاة. خلاص كده. وقس على ذلك في إيه؟ أي مثال آخر. الحاكم إما أن يكون الشرع، وإما أن تكون العادة، وإما أن يكون العقل. والمحكوم به إما أن يكون الوجوب أو الاستحالة. الأحكام العقلية يا أخي مندوبة وأنت قاعد فيه. إما أن يكون الوجوب أو الاستحالة أو الجواز، ثلاثة فيش غيرها. خلاص. والمحكوم عليه اللي هو الشيء اللي حنحكم عليه، مثلا لما نقول مثلا النار محرقة، يبقى الحاكم هنا العادة. خلاص كده. والمحكوم به الإحراق، والمحكوم عليه النار. الثلج بارد، السماء ممطرة، مثلا العالم حادث، ده حكم عقلي. النار محرقة، ده حكم عادي. الزنا حرام، ده حكم شرعي. فيبقى الحكم ثلاثة أقسام: يا إما شرعي، يا إما عادي، يا إما عقلي. خلاص. الكلام هنا في إيه؟ في أقسام الحكم إيه؟ العقلي. يلا يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله: ولما كان الحكم لا بد من الانقسام، أشار
يبقى الأقسام ليست هي أقسام الحكم، وإنما هي أقسام المحكوم به. يعني عندما يقولون الحكم هو الوجوب، لا، ليس هذا، ليس الحكم في حقيقته هو الوجوب، الوجوب هو المحكوم به، خلاص كده. إنما إيه الحكم ده؟ الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، خلاص كده. يبقى إذا حكمنا بإثبات الوجوب أو بنفي الإيه الوجوب، نقول كده الوتر ليس واجب، طبعا عند غير الإيه الأحناف. الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة، وهكذا. يلا. منحصر أي الحكم العقلي بمعنى المحكوم به. يعني إذن المراد هنا المحكوم به. ها. وكثيرا ما يطلقون الحكم بذلك المعنى، حتى قال بعضهم إنه يطلق بطريق الاشتراك عليه. يعني إيه بطريق الاشتراك؟ يعني هو مشترك، يعني يستعمل في معنيين، المشترك، والمشترك إما يكون مشترك لفظي، وإما أن يكون مشترك معنوي. مثلا الوجود، أنت موجود، ذات الله تعالى موجود، ده مشترك، بس هل هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ اختلفوا هنا. منهم اللي قال إنه الوجود ده مشترك معنوي. إيه معنى إيه الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ ها تعرف؟ من يعرف؟ واحد بس دائما، ما فيش غير واحد هو الذي يعرف، والباقون لا يعرفون. ها إيه الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ المشترك اللفظي ايه تاني؟ اقول يا شيخ محمد. يبقى المشترك اللفظي ده لفظ واحد، شوف كده، اللفظ واحد والمعنى متعدد. اما المشترك المعنوي، اللفظ واحد والمعنى واحد. يعني مثلا عين، عين، كلمة عين، هذا مشترك ايه؟ ها؟ لفظي. العين التي تبصر بها، عين الماء، العين الجاسوس، مش كده؟ العين اللي هي ايه الذات او النقد، لها معاني كثيرة. عين جارية، لكن اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا اسمه مشترك ايه لفظي. اما المشترك المعنوي مثل انسان، فاللفظ واحد، الشيخ محمد إنسان، الفقير إلى الله تعالى إنسان، الشيخ خير ده إنسان، ولا ليس بإنسان، إن هذا إلا ملك كريم. يبقى إذن المشترك المعنوي، يبقى المعنى واحد، يعني مشترك معنوي معناه مشترك في المعنى ومشترك في اللفظ، واضح كده؟ يبقى إنسان لفظ واحد في الجميع، زيد، علي، عبد السلام، ومعنى واحد في الجميع، فهذا مشترك معنوي، واضح؟ أما ليه الاختلاف في الأفراد فقط؟ يبقى المشترك اللفظي اتحاد في اللفظ واختلاف في الإيه؟ أما المشترك المعنوي اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى. وجبنا لك مثال عين وإيه وإنسان. لفظ الوجود بالنسبة لله تعالى والإنسان أو والمخلوقات مشترك معنوي ولا مشترك لفظي؟ إذا قلنا مشترك لفظي يبقى اللفظ واحد، الله موجود، الإنسان موجود، الجبل موجود، لكن المعنى مختلف. أما إذا قلنا مشترك معنوي يبقى المعنى واحد، خلاص كده. الله، يلا. يبقى معنى كده ايه؟ يطلق بطريق الاشتراك، وكلمة الاشتراك يعني هنا معنوي ولا لفظي؟ لفظي، لانه المعنى مختلف. احنا قلنا اذا اختلف المعنى يبقى مشترك ايه؟ اذا اختلف المعنى يبقى مشترك لفظي، اذا اتفق المعنى يبقى مشترك معنوي. مفهومة لسه؟ نقولها تاني.
يعني دي عملت مشكلة بين مين؟ بين الجمهور أهل اللغة وبين العلامة اللغوي النحوي البديع البارع الشيخ العلامة ابن هشام بتاع النحو حجة اللغة العربية. فقالوا إيه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون لفظ واحد، يعني الله يصلي مش كده، والملائكة تصلي، ويا أيها الذين آمنوا إيه صلوا، يبقى اللفظ واحد ولا اختلف؟ يبقى ده مشترك ولا مش مشترك؟ ده لكن هل لفظي ولا معنوي؟ ده إيه الفرق؟ قالوا شوف نقولوا ده مشترك لفظي، زي ما قالوا إخواننا دول، هي معنى لفظي يعني معناها الصلاة من الله معناها اختلف، ومن الملائكة غير، ومن الناس غير، ولا واحد مختلف. وطالما المعنى اختلف يبقى مشترك ايه لفظي. ده مين اللي قال كده؟ الجمهور. ابن هشام قال انتم ما تعرفوش حاجة ولا اي، ده مشترك معنوي، المعنى واحد خلاص. ده ابن هشام ده حجة في اللغة، لو 70,000 الآن ما يوصلوش ظفر من يعني حاجة قوية. قال ده مشترك معنوي. ده ايه معناه؟ قال معناه العطف، يعني المعنى واحد، لأنه في اللغة في إيه معطوف عليه، في عطف، يقول لك ده معطوف على ده، يعني لما نقول جاء محمد وعلي يبقى علي إيه انعطف، وللعطاف يعني الانثناء، يعني كأنه الصلاة حتى في الصلاة اللي هي المفروضة فيها إيه انعطاف، يعني انعطاف العابد على المعبود، فيها علاقة بين إيه شيئين، لأنه ما فيش حاجة اسمه عطف على نفسه، لازم يقول على إيه على شيء آخر، ده معطوف وده معطوف إيه عليه. فقال الصلاة معناها العطف في الكل، ولكن أفراد العطف تختلف. وجعل المعنى واحدا، إذن هو عنده من المشترك الإيه المعنوي، لأن المعنى إيه واحد، يعني الله تعالى يعطف والملائكة ينعطفون والناس، والمعنى واحد، ولكن عطف الله غير عطف الملائكة غير عطف. وإحنا قلنا من أين جاء بهذا المعنى؟ قالوا لأنه العرب كانت في السبق لما تتسابق بالخيل، فكان اللي يسبق اللي يأتي مثلا أول واحد في السبق يسموه السابق، يعني أول واحد وصل، اللي ينحني أو ينثني أو ينعطف بعده يسموه المصلي، يعني المصلي ده اللي هو إيه جاء وراه نمرة اتنين. وذلك الصلاة فيها من الإيه مأخوذة من الصلوين، يعني انحناء وانعطاف. خلاص كده يبقى هذا إيه اختلاف، هل هو معنوي؟ وإحنا قلنا الضابط يعني كيف تعرف أنه معنوي أو أنه لفظي؟ الضابط هو ايه المعنى، ما هو اللفظ واحد، اذا كان المعنى مختلف يبقى هذا مشترك لفظي، يعني في اللفظ بس مش في المعنى، يعني معنى كلمة لفظي يعني ليس معنوي. اما اذا اتحد المعنى يبقى مشترك معنوي، يعني مشترك في اللفظ وفين وفي المعنى، واضح؟ فهنا عندنا الحكم يطلق على ايه على المحكوم به، ويطلق على نفس الحكم، يبقى إذن معنيين ولا معنى واحد؟ معنيان، إذن فهو مشترك لفظي. يلا. حتى قال بعضهم إنه يطلق بطريق الاشتراك عليه، فيكون في كلام المصنف رحمه الله استخدام. هي معنى استخدام، يعني هو بيقول لك إيه، شوف كده، بيقول كده: الحكم العقل منحصر في ثلاثة أقسام، مش كده؟ طيب يعني إيه معنى منحصر؟ يعني منحصر هو في ثلاثة أقسام، فهو المفروض يتكلم عن الحكم بالحقيقي مش على المحكوم به. فلما أعاد الكلام لم يرجع إلى تقسيم الحكم، وإنما رجع إلى تقسيم المحكوم به، فهذا يسمى في البلاغة إيه
استخدام، والاستخدام هو أحد المحسنات البديعية، يعني ده في علم البديع، يعني يعمل إيه؟ يأتي بلفظ له معنيان، زي لفظ الحكم كده، له معنى الحكم وله معنى إيه؟ المحكوم به. فيعمل إيه؟ يأتي بضمير يرجع عليه ليس بالمعنى الأول وإنما بمعنى آخر. زي إيه؟ يعني اللفظ له إيه؟ معنيان، فيرجع الضمير بمعنى ثاني، مش بالمعنى الأول، بمعنى إيه؟ يعني بالمعنى الآخر. زي إيه؟ قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم إيه الشهر. الشهر يعني الهلال الذي نشهده إيه، فمن شهد منكم فليصمه، يرجع إليه بمعنى الأيام وليس بمعنى الهلال. هذا هو الاستخدام، يعني يجيب لفظ له إيه معنيان. فالشهر له معنيان، الشهر يعني الهلال، لأن الذي نشاهده أو نراه هو الهلال. ولما قال فليصمه يعني الأيام، يعني 30 يوم. واضح كده؟ ده يسمى ده استخدام، يعني يرجع عليه بمعنى إيه؟ بمعنى آخر. واضح ولا مش واضح؟ كده شرحنا إيه الاستخدام. يعني مثلا شوف كده، تقول كده: عندي عين فأنفقت العين أو فأنفقتها. تريد بالعين الأولى الجارية وبالثانية الذهب، لأنه ما ينفعش العين الجارية تنفق الإيه؟ العين بمعنى الإيه؟ بمعنى الذهب. برضو زي إيه لما البيت الثاني بتاع: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه. يبقى هنا إذا نزل السماء يعني المطر، لما رجع الضمير قال رعيناه يعني النبات، يعني أرجع عليه بالمعنى إيه آخر. واضح؟ أو ده اسمه إيه؟ استخدام، يعني كأنك بتستخدمني في وظيفة أخرى. فيكون في كلام المصنف رحمه الله تعالى استخدام، وحينئذ فيحتاج إلى تكلف في عبارة المصنف ما فعل الله لي. وإنما قال منحصر هي معنى لا فلا يحتاج إلى تكلف. يعني لو حبينا ما نقولش، يعني افترض قلنا لا يوجد استخدام، يبقى حنتكلف، يعني حنقول الحكم منحصر أو الحكم ذو ثلاثة أقسام، يعني حنجيب مضاف ومضاف إليه، حيبقى فيه تكلف. وإنما قال منحصر، وإنما قال منحصر ولم يكن منقسم، لأن الحصر أخص والانقسام أعم. يعني كلمة منحصر الحصر ده أخص، أما الانقسام أعم. يعني ايه من اخص؟ يعني شوف، كل منحصر منقسم، وليس كل منقسم منحصرا. شفت كده؟ حاجه غريبه دي، ما دامت في انحصار يبقى في انقسام، لكن اذا كان في انقسام ليس بالضروره ان يكون هناك ايه انحصار. يعني مثلا صفات الله سبحانه وتعالى منقسمه، مش كده؟ سلبية معاني مع، لكن ليست منحصرة، في انقسام لكن لا يوجد إيه. لكن إذا كان منحصرا لابد أن يكون إيه. ولهذا لما كانت الأقسام في الحكم على سبيل الحصر ما قال منقسم، وإنما قال إيه، قال منحصر. يعني العبارة دقيقة، ينفع يقول منقسم، بس ايه هيقول ايه؟ منقسم منحصر. فهو قال لك منحصر لان كل منحصر منقسم وليس العكس. يلا. يقول: كل منحصر منقسم كالواجب والجائز والمستحيل، وليس كل منقسم منحصرا كصفات الله تبارك وتعالى. في ثلاثة أقسام لا رابع لها، من حصر الكل في أجزائه لا من حصر الكلي في جزئياته،
يعني لما نيجي نقول أقسام الحكم العقلي اللي هي الثلاثة، نسأل سؤال: هل هي من حصر؟ احنا قلنا انحصار، والانحصار انقسام، لأن كل منحصر منقسم. انحصارها في ثلاثة أجزاء، مش كده؟ في ثلاثة أجزاء. يبقى إذن هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، خلاص؟ يبقى هذا من باب من حصر الكل في أجزائه، لا من حصر الكل في جزئياته. يعني لما نيجي نقسم الكل هنقسمه إلى إيه؟ إلى أجزاء. وإذا قسمنا الكل هنقسمه إلى جزئيات. يعني مثلا الإنسان معنى كلي، فإذا قسمناه بالمعنى الكلي يبقى إيه؟ تحته إيه؟ جزئي، والجزئيات لا تنحصر. أما إذا أردنا أن نقسم الإنسان إلى أجزاء فنقول الرأس، اليد، الرجل، الذراع، هذه هي الأجزاء التي يتركب منها الإنسان، لأن الإنسان مخلوق مركب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالإنسان مركب، صح؟ طب مركب من إيه؟ يبقى مركب من أجزاء. يبقى إذن الأقسام الثلاثة دي هل هي أجزاء ولا هي جزئيات؟ طب اقرأ يا شو. من حصر الكل في أجزائه لا من حصر الكلي في جزئياته. لا أنا لسه عاوزين عشان نفهم المعنى ده، هنقول لك إيه الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزاء وبين تقسيم الكل إلى جزئيات. طبعا الكل الذي ينقسم إلى أجزاء لا يسمى كلا إلا باجتماع الأجزاء. يعني الإنسان لو رأس وحدها أو رجل وحدها هل نقول إنسان؟ فلا يطلق عليه إلا إيه؟ باجتماع الأجزاء. أما الكلي لا يطلق على الجزئي، اسم الكلي. فنقول مثلا يعني أنت زيد، اسمك أنت يوسف، هنقول يوسف إنسان اللي هو الجزئي ده. يبقى يوسف واحد إنسان وأنت وحدك إنسان وكل واحد فينا بانفراده إنسان، وليس بشرط أن نجتمع. إنما الكل لا يقال كلا إلا بأجزائه مجتمعة. الفرق بين تقسيم الكل وبين تقسيم الإيه؟ الكلي. تقسيم الكل إلى أجزائه، ومن شأن الكل مع الجزء عدم صحة إطلاق الكل على كل جزء من أجزائه. يعني مثلا ما يصحش أقول على رجل الإنسان إنسان، ما ينفعش أقول على 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 إيه أطلق إنسان على كل جزء، خلاص؟ زي إيه البيت، ما ينفعش أقول على الجدار وحده بيت أو السقف بيت، فلا يطلق البيت على جزء من أجزاء البيت، فلا يقال بيت إلا إذا كانت الإيه؟ الأجزاء كاملة. أما الكل إلى جزئياته يصح إطلاقه على كل جزء، فتقول على زيد إنسان وعلى عمرو إنسان وعلى علي إنسان، على كل واحد بانفراده. هذا يسمى إيه ده؟ تقسيم الكل إلى إيه؟ جزئياته. يبقى الكل تحته إيه؟ الجزئي، أما الكل تحته الجزء. يعني إيه الفرق بين الكل والجزء؟ الكل ما تركب من جزئين فأكثر، فلا يوجد كل إلا فيه إيه؟ أجزاء، وعلى الأقل يكون إيه؟ جزءان، فهذا يسمى كل. لكن هل تقول على جزء واحد كل؟ لا، بخلاف الايه الكلي تقول على اي جزء انسان
أو على أي فرس فرس، أو على أي مدينة مدينة. بيعرفنا الفرق. فعاوزين نسأل هنا، هل ده من باب تقسيم اللي هو انقسام الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام، هل هو من باب تقسيم الكل إلى أجزاء، ولا من باب تقسيم الكل إلى جزئيات؟ هذا هو السؤال. يلا. في ثلاثة أقسام لا رابع لها، من حصر الكل في أجزاء، لا من حصر الكل في جزئيات. بقول لك ده من حصر الإيه؟ ها؟ من لا من حصر الكل في إيه؟ في أجزائه. طيب إيه الفرق بين الجزء والكل؟ الكل ما تركب من جزئين، ده تعريف الايه؟ من جزئين فقط. طب وتعريف الجزء؟ مين يعرف الجزء؟ تعريف الكل ما تركب من جزئين فأكثر. طب وتعريف الجزء؟ سهل، إذا كان عرفت الكل ما تعرفش الجزء. ها، الجزء ما تركب منه ومن غيره كل. ما هو الكل بيتركب منه بس من جزء تاني. لا من حصر الكلي في جزئياته بعدم. لماذا؟ لماذا قال هنا الشيخ هذه الأقسام من حصر الكل في أجزائه؟ فهمنا؟ ليس من حصر الكل في جزئياته لعدم صدق المنقسم على واحد بانفراده. يعني عاوز يقول لك إيه؟ المنقسم هنا ما يصدقش على كل واحد بانفراده، يعني لأنه التقسيم قلنا نوعين، الكل إلى أجزائه والكل إلى إيه؟ إلى جزئيات. فإذا لم يطلق على كل واحد بانفراده، يعني يطلق على الجميع، يبقى هو كل. وإذا أطلق على كل واحد من بانفراده فهو إيه؟ كلي. خلاص. يعني مثلا نقول على الوجوب إيه؟ حكم وحده، ونقول على الإيه؟ على الجواز حكم، ونقول على الإيه؟ على الاستحالة حكم. على كل واحد بانفراد ولا لابد من اجتماعها؟ ممكن يطلق كل واحد، فهذا يعتبر من باب تقسيم الكل إلى جزئيات. أما إذا لم يصح، لم يصدق المنقسم على واحد بانفراده، يبقى في هذه الحالة يبقى لابد أن تكون الأجزاء مجتمعة، فهنا يكون من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. ثم قال ويصح إلى جزئياته، يعني ينفع أن نجعل الأقسام من باب تقسيم الكل إلى الأجزاء، وفي الوقت ذاته ينفع أن تكون من باب تقسيم الكل إلى إيه؟ ولكن هنا نحتاج إلى تقدير مضاف في الكلام، بل مش نحتاج فقط، بل يتعين لوجود ضابطه الذي هو صدق المنقسم على كل من الأقسام. ألا ترى أنه يصح أن يقال إثبات، بس تصلح عندك في خطأ هنا، هات القلم كده اكتب إثبات إيه؟ ها يا شيخ محمد، إثبات إيه؟ الوجوب. صح كده، نقول كده إثبات الوجوب حكم، مش كده؟ إثبات الاستحالة حكم، إثبات الجواز حكم عقلي. يبقى خد بالك كل واحد فيهم إثبات إثبات إثبات، فصدق اسم المنقسم على إيه؟ ها، على كل واحد بانفراده، إذن فهو من باب تقسيم الإيه؟ الكل إلى جزئيات. ويصح أن يقال الوجوب أو الاستحالة أو الجواز متعلق بالحكم العقلي. ويصح أن نقول لا، نرجع للأول، يعني نقول ده من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، يعني الثلاثة دول هم الحكم العقلي، بمعنى إنه إيه؟
الوجوب أو الاستحالة أو الجواز ده متعلق الحكم وليس هو الحكم. كيف يعني؟ يعني إذن ما هو الحكم؟ ما قلنا في البداية أنت لو خدت بالك الحكم إثبات أمر أو نفيه، يعني الحكم مش هو الوجوب ولا الجواز ولا الاستحالة، إنما ده متعلق الحكم. يعني أنت هتثبت الوجوب يبقى الحكم هو الإثبات ومتعلقه هو الوجوب، يعني أنت كأنك أثبتت الوجوب أو نفي الوجوب، يبقى الحكم هو الإثبات أو النفي. إنما إثبات ماذا؟ يعني بما تعلق الإثبات تعلق بالوجوب، بما تعلق النفي تعلق بالوجوب. يبقى إذن الوجوب والاستحالة والجواز مش هو الحكم، إنما هو متعلق الحكم، لأن الحكم هو إثبات الوجوب أو إثبات الاستحالة أو إثبات الجواز. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فاهم يا مولانا؟ طيب الحمد لله. من دعا الفهم وهو لم يفهم فنقول إيه؟ يعني ندعو الله بأن يحرمه من الفهم. يعني لا تدعي الفهم دون أن تفهم، يعني لا يمنعك الحياء من التعلم، فالحياء يضيع العلم. بعد كده حقت عليك الدعوة. احنا قلنا تعريف الحكم، انت اسمك مروان، نقول ده مروان مثلا ايه قائم، القيام ده مش هو الحكم، يعني أوجبنا لك القيام، إنما هو متعلق، يعني أثبتنا القيام، أو قلنا ليس قائم، يبقى الحكم هو نفي أو إثبات، لكن الإثبات تعلق بماذا؟ تعلق بإثبات القيام أو بنفيه، زي ما نقول الصلاة واجبة، الوتر ليس واجب، يبقى الحكم هو يا نفي يا إثبات، لكن هل النفي ذا يتعلق كذا بلا شيء ولا يتعلق بشيء؟ ما الذي نفيته؟ نفينا الوجوب. ما الذي أثبته؟ أثبتنا الوجوب. عندما أقول الصلاة واجبة ده حكم شرعي، يبقى معنى كذا الحكم هو إثبات الوجوب وليس هو الوجوب، ولكن الوجوب هو متعلق الحكم، لأن الحكم إثبات أمر أو نفيه. وضحت كذا؟ فهمت؟ الحمد لله. يعني أم البراهين بيقول حكم العقل ينحصر في ثلاثة أقسام، الوجوب والاستحالة والجواز. أي معنى على أساس أن الثلاثة ذا أقسام إيه المحكوم به ذا وليس هو الحكم، يقولنا في استخدام، ما المشكلة عندنا هي البلاغة. يلا. ووجه الحصر في الثلاثة أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل فقط. شوف كده، إما أن يقبل الثبوت فقط، يعني الحكم هو إيه؟ الثبوت فقط، أو يقبل النفي فقط، أو يقبلهما معا. بالله عليك الآن، هل خرج الحكم عن النفي والإثبات؟ ولذلك شوف سبحان الله، أقول لك اللي يحكم به العقل يا إما إيه؟ ها؟ أن يقبل الثبوت فقط، أي حكم، أو النفي فقط، أو إيه؟ أو يقبلهما معا. إيه معنى إذا أن يقبل الثبوت فقط، يعني ما يقبلش النفي؟ هذا هو الواجب، لأن الواجب هو الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء أبدا. وله تعريف آخر، الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه. يبقى معنى كده الواجب ده لا يقبل إلا الثبوت. طب والاستحالة لا تقبل إلا النفي، والجواز يقبلهما. إذن فالحكم يا إما إثبات يا إما نفي، يا إما نفي وإثبات، مش كده؟ يبقى إذن لما نقول الوجوب يبقى ده مش هو الحكم، هو ده متعلق الحكم. وأقسام جمع اسم بكسر القاف نحو حمل وأحمال وقرب وأقراب. يعني شوف قسم يبقى جمع أقسام، حمل أحمال قرب أقراب. نحو حمل وأحمال وقرب وأقراب.
ويبدل بدل مفصل بالمجمل. يعني في هنا بدل مفصل من مجمل، فين التفصيل وفين الإجمال يا مشايخ؟ والأول قال كده منحصر في ثلاثة أقسام، هذا هو الإجمال. لما جاء فصل قال إيه؟ الوجوب والاستحالة والجواز، هذا هو التفصيل. يبقى الأول جابها مجمل قال ثلاثة ثم فصلها، خلاص. أقول لك مثلا إيه، لك عندي ثلاثة كده بالإجمال، ثلاثة إيه؟ ثلاثة يعني كتب، ثلاثة دنانير. فعندما أعدد وأبين هذا اسمه إيه؟ التفصيل. يلا فضل. لا هو يعني زي ما يقول باعتبار، يعني هذه حيثيات واعتبارات، يعني ممكن أنت تقول هذا وممكن تقول الثاني، يعني كلاهما حسن، ولكن هذا باعتبار وهذا باعتبار. يعني إن اعتبرنا أنه من باب تقسيم الكل يحسن الأول، وإن اعتبرنا يحسن الثاني. ويتميز الأول الوجوب، ويتميز الأول الوجود وهو عبارة عن نفي قبول العدم. يعني شوف كده، خد بالك ايه معنى الوجوب. شوف كده أقسام الحكم، قال الشيخ سيدنا الشيخ الدردير رضي الله عنه، قال أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. ولم يبين هل هي من أقسام الكل إلى أجزائه أو الكل إلى، لأن هذا لا يفيد العقيدة، وإنما هذا ينفع فين؟ في المنطق، يعني سواء كذا أو كذا، ما الفرق عندك؟ لا فرق، هي أقسام الحكم وخلاص. يبقى إذن الأول اللي هو الوجوب هو عبارة عن نفي قبول العدم في العقل، هي معنى هذا واجب. خد بالك الوجوب هنا العقلي، ما نتكلمش على الوجوب الشرعي، كلام الوجوب في العقل. يعني لما اقول لك كده ايه، يجب لله تعالى القدم او الوحدانية او البقاء، لا يمكن يتصور العقل نفي هذا عن الله، فالبقاء واجب لانه لا يمكن نفيه، لانه لو انتفى البقاء بمعنى كده يصبح العالم بغير اله، لو انعدم الاله. طيب إذا ما الذي يدبر السماوات والأرض ويرزق العباد ويحاسب الناس ويدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء؟ خلاص انتهى، ما في شيء. وإذا كيف يقوم العالم بغير خالق أو بغير مدبر؟ فمعنى هذا أن الحكم والوجوب الذي يحكم به العقل لا يمكن أن ينتفي، وذاك سمي هذا الوجوب، لا يتصور، يعني لا يقبل العقل أن يكون عدما اللي هو الواجب، والمستحيل العكس، لا يقبل العقل أن يكون وجودا. يعني الواجب لا يتصور عدمه، والمستحيل لا يتصور وجوده، والجائز يتصور فيه الأمران. يعني إذن الله تعالى واجب الوجود، هل هذا يتصور فيه العدم؟ لا. شريك الباري مستحيل، هل هذا يتصور فيه الوجود؟ لا. العالم نفسه جائز أن يوجد وجائز أن يكون عدما، إذن فتصور فيه الأمران الوجود وإيه والعدم، وهذا هو معنى الجواز، أنه يقبل هذا بدلا عن هذا. وليس معنى، أريد أن أفهمك، ليس معنى الجواز أن الجائز يقبل الأمرين معا فيكون موجود ومعدول، هذا مستحيل. لا، يعني يقبل هذا بدلا، يعني الوجود بدلا من العدم والعدم بدلا من الإيه، زي موضوع مخرج الفاكرين إيه، والضاد من أيسر أو يمناها، مش كده، واللام أدنى، يعني ممكن يجيبها من الحافة اليسرى وممكن من الايه اليمنى، وبعدين يقول لك ومنهما وهو يعز. منهما يعني مش من اليمنى واليسرى معا، ده
يعني ده يعني إنما على سبيل البدل، يعني يستطيع أن يأتي بها من الحافة اليمنى مرة ومرة تاني مش مع بعض في نفس الوقت. فهمت كده؟ يعني على سبيل البدل، يعني الأيسر أن الناس بتنطق بها إيه ولض من الناحية اليسرى، وقليل جدا من الإيه من اليمنى، وأقل منه أنه يستطيع أن يأتي بها من الناحيتين على سبيل البدل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح من نطق بالضاد وأفصح الناس بعد عمر. ولذلك كان اللغة العربية هي لغة الضاد، لا يوجد هذا الحرف إلا في اللغة العربية، الضاد ما فيش في أي لغة تانية. فاللغة العربية تميزت بخمسة أحرف مش موجودة في اللغات الأخرى، يعني الظاء مش موجودة، يعني أبو ظبي تيجي في الإنجليزية تجيبها إيه دي، فين الظاء ما راح. وكذلك الحاء محمد جيبها في الإنجليزية إيه إتش، فين إتش، فما فيش حاء. ها في حروف خمسة مش موجودين إلا في اللغة، منهم الإيه الضاد والظاء، ولا تجتمع السين السين والذال في كلمة عربية. الكلمة اللي تلقى فيها سين وذال مش عربية، مثلا أستاذ مش عربية، دي كلمة فارسية. يعني أول ما تلقى السين والذال مع بعض يبقى دي ليست كلمة عربية. يلا بقول لك فارسية، فرنسا ما أعرفش فرنسا. أيوه أي. ممكن نقول الوجوب. أي الفرس مش إيران، بل إيران يعني. قول إيه؟ يعني الوجوب عدم قبول الانتفاع. أيوة صح، الوجوب يعني عدم قبول الانتفاع، والاستحالة يعني عدم قبول الثبوت، والجواز قبولهما معا على سبيل الإيه البدل، مش يكون جائز ولا هذا معنى غير لا يعقل ده. يلا يتميز الأول الوجوب وهو عبارة عن نفي قبول العدم ويبدل أيضا، ويتميز الثاني الاستحالة وهي عبارة عن أي معنى ويبدل أيضا، وهو بدل يعني أقسام ثلاث، الوجوب أو نبدل الوجوب بالاستحالة أو الاستحالة، يعني كل واحد يبدل من الإيه من الذي قبله، أو معنى البدل في اللغة العربية. في بدل اشتمال وفي بدل إيه بعض من كل أنواع البدل. ويتميز الثاني الاستحالة وهي عبارة عن نفي قبول الوجود في العقل ويبدل أيضا، ويتميز الثالث الجواز وهو عبارة عن قبولهما معا أو نفيهما معا، وتقرأ بالرفع على أنها خبر بمبتدأ محذوف أي هي، وبالنصب على تقدير عني وبالخفض على البدلية على ما تقدم. يعني ممكن تقرأها كده في ثلاثة أقسام، الوجوب والاستحالة والإيه والجواز، يعني أعني، يعني لو قلت الوجوب والاستحالة يعني أعني الوجوب، يعني لا تلغي، بس إيه في اللغة العربية يقول لك ما لا يحتاج إلى تقدير أو لا، يعني نأخذ الكلام على أصله بدل من قدر، وبالخفض على البدلية، يعني ينفع تقول كده والحكم العقلي منحصر في ثلاثة أقسام الوجوب والاستحالة والجواز، يبقى معناه في ثلاثة أقسام هي ومبتدأ وخبر محذوف، تمام؟ أو نقول الوجوب والاستحالة على تقدير فعل أعني، أو نقول الوجوب والاستحالة يعني على البدلية، يعني في ثلاثة أقسام، يعني في الوجوب والاستحالة. شوف كده الإعراب جميل جدا، يعني اللي يعرف اللغة العربية ما يغلبش في الإعراب، يعرب على مزاجه. يعني نقول لك مخفوض ليه تقول على البدل، منصوب ليه على تقدير فعل، مرفوع ليه على الابتداء، كله ايه الجواب حاضر. اللي يعرف النحو يعرف اي حاجة، يعني ما يغلطش ابدا، ما يغلطش نفسه ابدا، يعني لو رفع حاجة يتصرف يقول لك انا رفعتها على ايه على كذا، مش كده؟ يعني مثلا ممكن اقول انا صورة
هذا قال الله تعالى في سورة الكافرين. لو سألتني السورة اسمها الكافرون تقول لي أنا على يعني جريتها على الإضافة، مضاف ومضاف إليه مش كده؟ طب لما نقول الكافرون نقول لك على الحكاية، يبقى ما فيش حاجة يعني إيه تغلبه، يعني أي نحوي يستطيع أنه يتخلص بسرعة، يعني ممكن ينصب الإيه الفاعل بس، زي اللي يقول لك إيه خرق الثوب المسمار، إيه بس يقول لك هنا ما فيش اشتباه، لا يشتبه هنا، فأنا أنا فهمت؟ يعني اللي يفهم في اللغة ما حدش يقدر يخطئه. يلا. وعلى هذه الثلاثة يعني الوجوب والاستحالة والجواز مدار يدور عليها علم الكلام، يعني علم الكلام كله اللي انت هتدرس فيه ده وهتعمل فيه ماجستير ودكتوراه وتصبح من علماء المسلمين، أساسه هو هذه الثلاثة. ولذلك شوف كده الإمام الحرمين لما قال معرفتها، يعني معرفة أقسام الحكم العقلي، قال معرفة هذه الأقسام هي العقل، فمن لم يعرفها فليس من العقلاء. يعني من لا يعرف الفرق بين الوجوب والاستحالة والجواز حيقع في كفريات، يعني حيجعل ما هو واجب يجعله جائز، أو يجعل الجائز في حق الله واجب، أو يجعل المستحيل جائز. هذه المصيبة، يعني حاجات تكون هي مستحيلة فيعتقد جوازها، أو تكون جائزة فيجعلها واجب، أو واجبة فيخليها جائز. فيبقى هي الأساس دي، هي أساس علم الكلام كله. ولذلك كان الشيخ علي جمعة يقول إيه الذي بيننا وبين السلفية دول بيتان في الخريدة، لما أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. فإذا إذا كل مدار، يعني مثلا في ناس بتنكر الكرامات، ها ليه؟ لأنه لم يفرق بين الجائز والواجب، فهي جائزة عقلا ليست ممتنعة، فهو جعلها من باب ليه المستحيل الممتنع، وهو لم يفرق بين الحكم العقلي وبين الحكم ليه العادي. إذن فدي أساس علم الكلام اللي هو إيه الواجب، يعني كل العلم الكلام بندرس إيه، ندرس ما يجب لله. يجب لله إيه كام؟ 20 صفة على سبيل التفصيل، ويجب كل كمال مش كده، ويتنزه. نيجي بعد كده إيه نقول وما يستحيل على الله، يستحيل عليه الضد. طب وما يجوز وجائز في حقه ما أمكن، يعني كل ممكن فعله، كل ممكن وتركه، أهو ده الإلهيات. نروح على النبوات، هنتكلم على الواجب والجائز والمستحيل في حق الأنبياء. نروح على السمعيات اللي هو الجائز عقلا ليس بم... يبقى كده العلم كله تحت الثلاثة دول، يعني الإلهيات كلها داخلة في الواجب والجائز والمستحيل، والنبوات أيضا نفس الحكاية، والسمعيات داخلة في الجائز العقلي، جائز عقلي واجب جائز عقلا واجب سمعا. لأن السمعيات لماذا سمي السمعيات؟ قال لأن العقل ليس له مجال إلا أن يحكم بجوازها، يعني العقل لا يحكم بنفيها ولا بإثباتها، يعني ما فيش يعني كل ما يحكم انها جائزة، لكن كونها موجودة او غير موجودة تحتاج الى دليل شرعي. يعني اذا العقل لا يصل فيها الا الى الحكم بالجواز، يعني لا يقول انها مستحيلة ولا يقول انها واجبة، بخلاف الالهيات وايه والنبوات. يبقى اذا هل خرج شيء من علم الكلام عن اقسام الحكم العقلي؟ لا. فعشان كده قال لك ايه وعلى هذه الثلاثة مدار علم الكلام. لا شك أن تصور هذه الثلاثة ومعرفة حقائقها من مبادئ علم الكلام في الغرض المتكلم منحصر في هذه الثلاثة، بأن يثبت شيئا منها أو ينفيه أو يثبت ما يتفرع من ذلك. يعني انت ايه غرضك ايه منحصر في الثلاثة، بان تثبت شيئا منها او تنفيه مش كده.
أو يثبت ما يتفرع من ذلك، ما في أصول وفي فروع، يعني في في علم الكلام مسائل أصلية ومسائل إيه؟ ها؟ فرعية. فمن لم يعرف حقائق هذه الأحكام الثلاثة لم يفهم ما أثبت منها في هذا العلم ولا ما نفي. وذلك يعني مثلا إيه المشكلة اللي احنا بيننا وبين مثلا المجسمة أو السلفية المعاصرة أو الوهابية؟ أنهم مثلا يجعلون المستحيل في حق الله تعالى جائزا، يعني الجسمية والانتقال والحركة والاستواء واليد والأعضاء، هذه معناها التحيز وهذا معناه الحدوث وهو محال على الله، فيجعلونه إيه؟ جائزا أو ربما واجبا. لأنهم لو فهموا الواجب والجائز والمستحيل لا يمكن أن يحكموا بإيه؟ بجواز اتصاف الله تعالى بهذه الصفات أبدا. ليه؟ لأن العقل لا يقطع باستحالة وصف الله بها، لأنه لو وصف بها لكان حادثا. فروحوا يقول لك إيه؟ إلغي العقل ده، العقل ده ما يفهم، ما يفهم العقل ما أمال أنت هتفهم به؟ تفهم بالحجر كده؟ كيف تفهم إذا كان يعني إذا كان العقل هو أداة الفهم؟ يقول لك يعني عقلك يفهم أحسن من القرآن؟ ياخذ القرآن نزل عشان أنا أتدبر وأفهم، كيف تقول لي لا أستعمل العقل؟ طب أنا لو ما لا أستعمل العقل أو ليس عندي عقل أكون ليس مكلف أصلا. يعني هل يكلف غير العاقل؟ يعني تعالى مثلا أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى له مكان مثلا، أقول لك طب تعالى الله تعالى قديم ولا حادث؟ قديم. طب يبقى كده يلزم أحد أمرين، يا إما يكون المكان قديم مع الله يبقى شاركه في الأزلية والقدم، يا إما يكون الله حادثا بحدوث المكان، وكلا الأمرين كفر. لو قلت بقدم المكان تكفر، ولو قلت بحدوث الإله تكفر. ليه؟ لأنك إيه؟ تمسكت بالظاهر. يبقى إذن أي ظاهر يخالف أحكام العقل يجب تأويله. ولهذا قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم. هم لا يأتون حتى بإيهام التشبيه، ده بيأتون بالتشبيه الصريح الحقيقي الظاهر الواضح ويجعلونه إيه؟ جائزا. إذن فلم يفهم إيه الوجوب وما هو إيه. ولذلك مر بعض مشايخنا قال يعني ممكن هؤلاء ربنا يعفو عنهم أو يدخلهم الجنة. ليه؟ قال لأنهم غير عقلاء وغير العاقل. وذلك قال لك معظم أهل الجنة من المجانين أو من البل، مش مكلف. يعني لو كان فعلا عقله قاصر ممكن يعني أخذ ما وهب سقط ما وجب. إذا كان لا يستطيع أن يفهم وعقله ضيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس أنت عقلك أوسع، كيف تقلد، كيف يقلد العاقل غير العاقل؟ هي نصوص نؤمن بها، يا إما نفوض يا إما إيه؟ نأول. والتأويل مذكور في كتاب الله، قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا اختيار السلف، والسلف قائلون بالتأويل لأنه الوقف هنا لازم. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الظاهر من النص غير مراد، والله تعالى وحده هو الذي يعلم التأويل. والراسخون في العلم جملة مستأنفة، هذا هو مذهب سائر الأمة من سلفها إلى خلفها، يا إما التفويض يا إما إيه؟ التأويل. ولا يستطيع أحد أن ينكر التأويل لأنه موجود في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه. ويا معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يليق، إلى معنى يليق. يلا. وذلك أن البحث في مسائل هذا الفن يتوقف على معرفة أكثر
بسبب الحكم العقلي، وذلك هو المسمى عند الأصوليين باستمداد. فاستمداد هذا العلم إذن هو معرفة يعني العلم ده نستمد منين؟ يعني من أين يستمد؟ يستمد من أقسام الحكم العقلي، لأن كل الأحكام اللي بنحكم بها في الكلام يقول لك مثلا القدرة واجبة، الشريك منفي أو مستحيل، العجز نقص والنقص محال، العلم كمال والكمال واجب. يبقى إذن كل ما نثبته يرجع إلى الوجوب والاستحالة والجواز، لأن المتكلم يثبتها مرة وينفيها أخرى، كقوله إيه في الإثبات: يجب لله ثبوت صفات الصفات زائدة على الذات، ويستحيل أن يكون معه مؤثر في فعل ما، كما قال سيدي أحمد الدردير: فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، يعني ليس معه مؤثر في فعل ما، ولا يجب عليه صلاح البرية، كما قال أهل الاعتزال الذين سموا أنفسهم ظلما وعدوانا، سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد. ليه؟ قالوا إن الله تعالى يجب عليه أن يفعل الصلاح والأصلح. وده في قصة معروفة بطلت بها هذه القاعدة، قصة مين؟ أبو الحسن مع مين؟ أبو علي مين؟ الجباني شيخي أيوة شيخه. فبيقول له يجب، قال له يجب يا سيدنا الشيخ مش كده، قال له لا واجب. واجب كيف؟ فطبعا ما استطاع انه يتكلم مع الشيخ، ولكن قال له: ماذا تقول في ثلاثة اخوة واحد فيهم مات كبيرا في الطاعة، وواحد فيهم مات صغيرا، والثالث مات كبيرا على الكفر أو المعصية؟ تقول إيه في الثلاثة دول؟ قال له يعني الكبير يقول له: يا ربي لماذا لم تمتني صغيرا؟ يقول له: الأصلح، الأصلح لك أنك أنت حتطيع في الطاعة، فالأحسن عشان تأخذ ثواب أكثر وتدخل الجنة وتتنعم أنك تعيش. قال: فماذا لو قال الصغير: يا ربي لماذا لم أعش كما عاش أخي؟ قال: الأصلح لك أن تموت إيه؟ ها؟ صغيرا، لأنك لو عشت سوف تعصي وتزني وتفسد في الأرض، فكان الأصلح، فأنا فعلت لك الأصلح. قال: فماذا لو قال الثالث الذي مات كبيرا كافرا؟ لو قال لله: لماذا لم تمتني صغيرا كما مات أخي؟ هل كان الله يقول: الأصلح لك أن تكفر؟ قال: فبهت الجبائي، بهت، سمع الكلمة كأنها صاعقة قنبلة كده جاءت. فقال للشيخ للأبي الحسن الأشعري، قال له: أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ قال: لا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. كانوا علماء. يلا. يعني الله تعالى يفعل الصلاح ويفعل الأصلح، بس ليس على سبيل الوجوب، مش كده؟ ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. لا يجب على الله شيء، هو الذي يوجب. من الذي يوجب عليه؟ فعال لما يريد، فاعل مختار، فيش حاجة اسمه واجب عليه. وبعدين طب كيف يجب الصلاح والأصلح؟ ألم يروا إيلامه الأطفال؟ طب الطفل ده بيتألم ويجيله مغص كله ويصرخ في الليل ودوه المستشفى وعمله عمله عم إيه الذنب اللي عمله؟ وشبهها البهائم والأشياء اللي هي لم تعصي، هل هذا يعني فيفعل ما يشاء؟ لا يستحيل عليه تقاضي المذيع، ولا يجوز أن يقع ما لا يريد إلى غير ذلك. وقد علمت أن الحكم يستدعي تصور المحمول والموضوع والنسبة. يعني في عندك رحنا المنطقة، المنطقة ورانا ولا
يعني مثلا الحكم يستدعي لازم نتصور المحمول والموضوع والنسبة. لما أقول مثلا كده إيه زيد قائم، فين المحمول؟ ها القيام. طب فين الموضوع؟ زيد. فين النسبة اللي هي إدراك وقوع القيام لزيد في الخارج أو عدم وقوعه، اللي بتسمى النسبة الخارجية. يعني أنا بقول زيد قائم، فأنا فهمت معنى القيام اللي هو ده المحمول، وفهمت الموضوع اللي هو زيد اللي هو المسند إليه، والمسند اللي هو قائم، وعاوز أعرف إيه النسبة دي، يعني هل هو قائم يعني بالفعل أو غير قائم. فإذا أدركت وقوع النسبة أو عدم وقوعها فهذا هو إيه؟ ها الحكم. خلاص كده؟ يبقى إذن الحكم عاوز إيه؟ موضوع ومحمول وإيه؟ ونسبة. وهذه الأقسام الثلاثة أعني أقسام الحكم العقلي قد وقعت محمولات لمسائل هذا العلم. يعني شوف كلمة واجب وكلمة جائز وكلمة مستحيل، كل هذه في علم الكلام تقع محمول لا تقع موضوع. فتقول مثلا الله تعالى يرى، يبقى الرؤية دي جائزة، فأقول رؤية الله جائزة، يبقى وقعت إيه الجواز ده وقع محمولا. وبعدين مثلا نقول كده الله مثلا إيه واجب له الوجود، أو مثلا يستحيل عليه العدم. يعني أي حاجة في كلمة واجب مستحيل جائز تقع محمولات وليست إيه موضوعات. فلا بد من معرفتها أولا، ولهذا كانت معرفة الأحكام العقلية استمداد هذا العلم ثم توقفه عليها واستمداده منها من حيث تصورها لا من حيث إثباتها لموضوعاتها أو نفيها عنها، لأن ذلك فائدة العلم فتأخر حصوله عنه، فلو توقف عليه كان دورا. وهذا كما نقول في أصول الفقه إنه يستمد من الأحكام الإيه؟ يعني زي ما علم أصول الفقه مستمد الأحكام الشرعية، علم الكلام يستمد من الأحكام العقلية اللي هي الإيه؟ الوجوب والاستحالة والإيه؟ لأن المراد في الأصول إثباتها، لأن المراد في الأصول إثباتها أو نفيها. مثال ذلك إذا قلنا الأمر للوجوب وتقول في فائدته وهو الفقه، شوف كده يعني الأمر للوجوب إيه الفائدة دي؟ الفائدة دي مش هتتبين في علم أصول الفقه، هتتبين في الفقه. يعني مثلا الأمر للوجوب، طب عرفنا لما رب يقول إيه آتوا الزكاة، يبقى أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج زكاة الفطر، فنقول زكاة الفطر واجبة، يبقى هذه هي الثمرة. يبقى احنا بنتعلم أصول الفقه مش عشان أصول الفقه، أنا عاوز أعرف الفقه، هو ده اللي أنا مطلوب به أتعلمه من تفقه في التفقه في الدين. لكن لا يمكن التفقه إلا بمعرفة الأصول. يبقى إذن الثمرة بتاعت أصول الفقه هي إيه؟ هي الفقه. يعني مع واحد يتعلم الأصول يبقى مثلا أعلم واحد في أصول الفقه، ولما تسأله في حكم فقه لا يعرف، يبقى ما فيش فائدة في هذا، لا قيمة له، لا تظهر قيمة علم أصول الفقه إلا إذا كان الإنسان فقيها. وانت بتتعلم أصول الفقه ليه؟ عشان مثلا يعني تجاوب في الامتحان وتكتب فيه وتحفظه؟ ما لا بد يكون له ثمرة. الثمرة هي فين؟ في الفقه. الوتر ليس بواجب، والمراد تصورها للعلم بإثباتها أو نفيها، وإلا جاء الدور وهو محال. فاعرفه واعلم أنه ينبغي أن نقدم قبل إبانة كلامه تعريف أمور لا بد منها لمن أراد الشروع في هذا الفن. نقول الأمور دي ونختم، اللي هي بيسموها إيه يا شيخ محمد اسمها دي المبادئ العشر. طبعا أول حاجة من الأمور اللي هي مبادئ علم التوحيد، اسم هذا الفن، اعلم أن له خمسة أسماء: علم أصول الدين، علم الكلام، علم التوحيد، علم العقائد، علم التصوف. خلاص؟ يجي واحد يستغرب يقول طب هو التصوف ده مش علم تاني؟ كيف يطلق على إيه؟ ها؟
على علم التوحيد علم التصوف. قال لك احنا قلنا ايه اصول الفقه، من غير الفقه ها ملاش ثمرة، وعلم الكلام من غير التصوف ملوش ثمرة. فعشان كده لازم ندرس مع التوحيد او بعده او في اخره التصوف، والا يبقى لم ناخذ الثمرة. ولذلك دائما تجدهم في اخر الخريدة كلها ايه تصوف، وفي اخر الجوهرة مختومة بالايه بالتصوف، يبقى ده الثمرة. يبقى إذن هو علم التصوف ليه؟ لأنه يوصلنا في الآخر إلى إيه؟ إلى المقامات وإلى التسليم وإلى التفويض وإلى التذلل وإلى التبتل وإلى الحب وإلى يعني إلى كل الإيه؟ بس تبدأ بإيه؟ بالكلام وتنتهي بإيه؟ بالتصوف. فتسميته بالأول اللي هو إيه؟ علم أصول الدين، فلأن ما عداه فروع عنه ومبنية عليه، لأنه كلمة أصل يعني غيره بينبني عليه. وتسميته بالثاني اللي هو علم الكلام فلكثرة الكلام فيه، وتسميته بالثالث اللي هو إيه علم التوحيد فلاشتماله على الوحدة صفة الوحدانية، وتسميته بالرابع اللي هو علم العقائد فلاشتماله على عقائد الدين، وتسميته بالخامس فلاشتماله على معرفة الإيه الرب. شوف كده التصوف ده يقول لك فلان عارف بالله، يبقى علم التوحيد حيشتمل على معرفة الرب وصفاء القلب للوصول إلى إلى حضرة القدس، يبقى هو علم الإيه التصوف. ولذلك كان سيدي الشيخ العلامة الشيخ الأمير لا يفرق يعني يمزج بين التصوف وبين الكتاب، يجده في الحاشية يجيب علم الكلام مع التصوف أو يختم الاثنين ببعض يمزج بينهما. وفعل هذا الشيخ الصاوي، الصاوي في شرح الجوهر تلقى دائما يجيب كلام الصوفية فين يعني، لأنه كلام العلماء الكلام ده عقل، وكلام الصوفية فتح أو يعني علم لدني، فيجمع بينهما فيكون الجمال والحب والتوله والتعلق والذكر. طب علم التوحيد كله مبني على إيه؟ ها على التوحيد يعني الشهادة أشهد أن لا. طب التصوف عبارة عن إيه؟ الذكر بكلمة لا إله إلا الله، يبقى ده علم وده ذكر. خلاص كده الثاني حد هذا العلم، فحده هو العلم المتعلق بذات الله وصفاته، وحد ابن عرفة لما هو أعم الشامل لعلم الكلام. يعني ابن عرفة جاب له حد يعني تعريف، ابن عرفة أصله ليه كتاب في اسمه المختصر الكلامي، ابن عرفة التونسي مالكي، وله ايه المختصر الفقهي كبير حوالي مش عارف كم مجلد، انما المختصر الكلامي مجلد يعني كتب في علم الكلام. فبيقول ايه هو العلم بأحكام الألوهية، ده تعريف ابن عرفة، وإرسال الرسل وصدقها في جميع أخبارها وما يتوقف على شيء من ذلك بقوة مظنة لرد الشكوك، يعني يغلب على ظنه أنه يرد الشكوك ويحل الشبهات، وده موجود في المختصر الكلامي لابن عرفة. الثالث واضع هذا العلم أبو الحسن الأشعري المتكلم شيخ مين أهل السنة. الرابع موضوع العلم ده ذات الله الأزلية من حيث برضو الواجب والجائز والمستحيل، وقيل ماهية الممكنات من حيث دلالته على وجوب فاعلها. الخامس فائدة هذا العلم الخروج من الجهل إلى العلم. السادس غاية هذا العلم إقامة البراهين على العقائد. السابع ثمرة هذا العلم الفوز بحصول المعرفة والتنعيم في الجنة برحمة الله. الثامن استنباط هذا العلم، استنباط من الكتاب والسنة والإجماع. التاسع مسائل هذا العلم، مسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية يعني الخاصة بالعقيدة. العاشر مفهوم هذا العلم، فمفهومه إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات. الحادي عشر منفعة هذا العلم، احنا قلنا العشرة دي ليست على سبيل الحصر، في من زاد هنا وصلهم 15. منفعة هذا العلم، فمنفعته ممكن انت تدمج اثنين او ثلاثة تخليهم واحد، يعني تخلي الغاية والثمرة حاجة واحدة،
والمنفعة أو ثلاثة تخليهم واحد، يعني ده يعتبر تفصيل وإجمال، يعني ما فيش تعارض بين كونها 10 وبين كونها 15 أو أقل. فمنفعته في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يحتاج إليها في بقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد. وفي الآخرة النجاة من العذاب المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد. 12 مبادئ هذا العلم، فمبادئه القواطع العقلية، يعني في مبادئ وفي مطالب زي في المنطق. 13 استمداد هذا العلم، استمداده من التفسير والفقه والحديث والإجماع والنظر العقلي أو نظر العقل. 14 اشتقاق هذا العلم، يعني علم الكلام مشتق من الكلم اللي هو ايه؟ الجرح، لأنه في إيلام للفرق الثانية كأنه يعني بيجرحها أو يقطع أدلتها، في جرح يعني قطع لأدلة مين أو شبهات مين؟ الخصوم. 15 شرط هذا العلم، شرطه أن يكون عن يقين لا عن شك، فهذه فواكه المعارف، يقطف منها العارف. فاحفظها يا عارف، قل أن تجدها هكذا مجموعة في كتاب، والله الهادي للصواب. اللهم صل أفضل وصلي أفضل صلاة على دي أسئلة. هل يصح أن إيه نقول الإنسان إيه؟ بص كده يا شيخ محمد، الإنسان إيه؟ زيد ده اسمه إيه ده؟ نقول زيد إنسان أو زيد الإنسان، علي الإنسان، هذا إيه اسمه ده؟ من باب تقسيم الكل إلى جزئيات يصح. ما الفرق بين استنباط العلوم واستمداده؟ ما هو يستنبط، الاستنباط يعني يستنبطونه يعني الاستخراج، والاستمداد يعني نعم يعني هو الآن هو المصدر الذي يحصل منه، يعني في مصادر يستمد منها وبعد كده يستنبط يعني يستخرج، يعني في كلاهما معنى. الاستنباط الأول إيه؟ يكون في مصدر أنا أستنبط منه، من أين أستمد هذا من الإيه؟ من المصادر. خد إيه تاني؟ كيف نعرف أصول العقيدة وفروعها؟ طيب الأصول اللي هي زي إيه؟ الوحدانية، أصول الصفات السلبية أصول، تمام كده. الفروع يعني مثلا الإيمان باليوم الآخر ده من أصول العقيدة، ده من أركان الإيمان. إنما مثلا الميزان أصل، إنما كيفية الميزان، هل هو واحد هل هو متعدد، ما الذي يوزن، هذه فروع. الفرعيات أو كيفية الحساب، نؤمن بالحساب ده أصل، إنما كيف يحاسب الناس هذه
فروع وليست أصول. الصراط كيف يجوز الناس عليه، وما حجم الصراط وما طوله، وما هذه كلها فروع. المهم أن نؤمن بالإيه؟ بالأصل. فالعقيدة فيها أصول وفيها إيه؟ وفيها فروع. الفروع ما فيهاش تكفير فيها، إنما التكفير فين؟ في أصول العقيدة. يعني ما علم من الدين بضرورة ده أصل، أما ما يتفرع عن ذلك فهي فروع. خلاص. يعني مثلا مسألة رؤية الله دي من الفروع وليست من الأصول، لأنه لا نكفر المعتزلة بإنكارهم الإيه؟ الرؤية. خلاص. يعني مثلا الفرق الإسلامية كلها تؤمن بصفة الكلام، ولكن الخلاف في معنى الكلام أو المراد بالكلام، هذا يعتبر من الفرعيات. ما معنى الآيات المتشابهات؟ يعني ليست المحكمات، ما هي محكم وإيه؟ ومتشابه. فالمتشابه هو ليس الإيه؟ المحكم، والمحكم هو ليس بمتشابه. يعني معنى متشابه يعني متعدد المعنى، فاشتبه عليه أي المعنى هو المراد. أما المحكم ليس فيه إيه؟ تشابه. السلام عليكم. والفرق بين الوجوب والجواز والاستحالة والمستحيل والجواز والجائز. احنا شرحنا الوجوب والجواز والاستحالة، وبعدين المستحيل والجواز والجائز. ده لما ندخل في الدرس الجاي هقول لك لماذا قالوا الوجوب ولم يقولوا يعني في اللي يقول الوجوب ويقول الواجب. يعني الفرق بين الوجوب والواجب والاستحالة والمستحيل والجائز والجواز. فاكر لما تكلمنا يعني عشان لما نقول ايه الواجب حياتي المشتق، لان اللي يشعر الكلام بان هناك مشتق منه. فمثلا لما اقول واجب، لما اعرف الواجب يبقى انا كده عرفت الوجوب، لانه تعريف المشتق يلزم منه يبقى ده ايه اخص، فتعريف الاخص يلزم منه ايه الأعم. إنما لو عرفت الوجوب وكده أنا ما عرفتش الواجب، فتعريفك للواجب لأنه مشتق كأنه يشمل تعريف الإيه؟ الوجوب، لأنه الواجب مشتق من الوجوب، والمستحيل مشتق من الاستحالة، والجائز مشتق. هم عرفوا الجائز وأنا معرفوا الجواز، لأنه إذا عرفنا الجائز يبقى هذا إيه معناه تعريف لإيه؟ للجواز، وإذا عرفنا الواجب يبقى تعريف للوجوب وليس العكس. نأتي بعد ذلك. ما الفرق بين أنواع وأقسام؟ أين الدور في صفحة 61 في كلام العلم؟ احنا قلنا إذا توقف العلم على معرفة المعلوم والمعلوم على فيه دور، فلأجل هذا قال لك لا دور، لأن التعريف اللفظية لا يدخلها الدور، لأنه مش الدور يكون في المعنى مش في اللفظ. وخليها برضو معك. ما معنى متعلق الحكم؟ يعني قلنا الإثبات ده تعلق بالوجوب، أو ممكن أثبت الاستحالة مش أثبت الوجوب، أو أثبت الجواز. ففي إثبات وفي تعلق، يعني تعلق بماذا؟ بأحد الثلاثة، يا إما بالواجب يا إما بالجائز يا إما بالإيه؟ بالمستحيل. نعم. كيف يصدق على حكم شرعي بأنه حكم مع أن الأول قديم لأنه خطاب الله والثاني حادث؟ ما احنا قلنا الحكم الله تعالى ده يعني خطاب المتعلق بأفعال المكلفين، أما الحادث هو الذي يدل على القديم. يعني الخطاب اللفظي ده حادث ولكن يدل على إيه؟ على القديم، فهو دال فقط وليس الحكم حادث، لأنه خطاب الله تعالى. وجود الله واجب، فإثبات الوجوب لله هو حكم العقل، لأنه إثبات شيء لشيء، وليس الواجب هو الحكم لأنه هو محكوم به، وليس الوجوب أنه هو متعلق الحكم. فكيف يفسر بأنه هو الوجوب والجواز؟ هذه شرحناها شرحا دقيقا، قلنا هناك قسمان، ينقسم إلى قسمين، إما الكل إلى أجزائه أو الكل إلى
جزئيات. بقي السلام عليكم ورحمة الله، ما موقف العلماء من عقيدة ومنهج ابن رشد الحفيد؟ وزعم بعضهم أنه متأثر بالفيلسوف اليوناني وقد كفر. في كتاب لابن رشد اللي هو اسمه ايه، مناهج الأدلة، مش كده اسمه ايه ده، اسمه ايه بتاع كتاب ابن رشد، مناهج الأدلة، في طرق للاستدلال فلسفية، ولكن المتأثر بالفلاسفة لأنه فيلسوف يرد عليهم، ولكن لا تكفير، لا نكفر أحدا من علماء المسلمين. ما الفرق بين المتشابه والمشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي قلنا بيستعمل اللفظ في أكثر من معنى، أما المتشابه خفي علي المعنى، مش هذا مراد وهذا مراد وهذا مراد، تشابه علي يعني خفي علي أي شيء، إنما هذا في المشترك ده مراد وده مراد وده مراد. آخر سؤال، السلام عليكم، على يد من تعلمتم علم الكلام ومن عمدتكم فيه جزاكم الله خير الجزاء؟ طبعا العمدة بتاعنا سيدنا الشيخ الله يرحمه، الشيخ مصطفى عمران رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسيدنا الشيخ حسن الشافعي، وفي الشيخ نوح الغزالي رحمه الله في كلية أصول الدين، والشيخ عبد الفضيل القوصي رحمه الله، والشيخ علي جمعة، تمام، وأنتم. والله أعلم. الله، بسم الله.